بعد اذنك طبعا أكيد. نشوف الميداليه، نشوف وزنها. انت عندك فضول اكثر مني انا عارف. لا تري ليش؟ لانه انا محمد هاي يسموني انا ابو الذهب، فلذلك لما اشوف ميداليه استانس. وخاصه تصدق انت ما تعرف ان هذه الميداليه ايش كثر قاليه عندي. تري ليش قاليه؟ مش معطيك اياها انا. انا حسيت والله حتاخذها مش حترجع. تبيها؟ انا حسيت خلاص مش حترجع يمكن. بس يا ترى بترجع لي عقب؟ لا لا ما طبعا تبيني انت؟ طبعا هنا او تقيلي بصراحه. شوف يا طلع ما تقلها نزلت ايدها لآسيا شفت؟ ثقيله تقيله بصراحه. 500 جرام؟ يعني 500 جرام اتوقع او اكثر. والله ما اعرف بصراحه. لا تقيله تقيله يعني ثقيله وثقيلها حلو. يعني دائما فعلا هي قيمتها بوزنها. هذه الميداليه البرونزيه التي امامكم دائما منذ بدايه هذه المنافسات ونحن نتحدث عشان ما تعكس. ايوه هيك بدايه المنافسات نتحدث عنها الان بين ايدينا بفضل مين؟ ريم الشاشه. شكرا كثير والله. هاي اسمها تشانشوي. مش بفضلي انا بس فضل ريم. فضل الله اول شيء الاعدادات. اول شيء انا حابه ان اشكر الشيخ جعان واللجنة الأولمبية وحتى اتحاد الرماية تهيئاتهم لنا كل شيء. يعني احنا من شغالين على هالإنجازات من سنين طويلة. يعني الحمد لله هالسنة إنجازات عالمية وأسيوية قدرنا نحصدها. يعني فعلا. الحمد لله. أكيد بعد الوالدة مو مقصرة دائما هي معاي. أنا أتحدث عن الوالدة أكثر ولكن يعني هذه التشي تشان شوي اسمها هذه الميدالية مصنوعة من حجر اليشم مخلوط بحجر اليشم الحجر الكريم لونه أخضر. وتلاحظون هناك ثلاث معالم. هذه المعالم موجودة في هانغ جو تعبر عن الثقافة الصينية. وفي في الأعلى هناك هي رمز هذه البطولة الدورة دورة على الأسوية. هناك هانجو الشعار الخاص بهذه الألعاب. عندما يعني في الجهة المقابلة بالعكس هنا أيضا تشاهدون كما مكتوب في أعلى الميدالية عن الألعاب هانجو 19 وهناك في عام 2022. هذه التفاصيل عندما المرة القادمة عندما ترون أي تتويج تذكروا هذه التفاصيل. صح. 500 جرام كثيرة والله كثيرة تفاصيل يجب أن نعيدها إلى صاحبتها. بس لا والله استمتع فيها ما مش همسكها بعد هيك. يعني صعب. يعني هذه ليست المرة الأولى الذي يأخذ ميدالية ويحتفظ بها ليوم طويل. لا والله صح. أنا ما لحقت لما أخذها. تستاهل محمد. طبعا هذه الميدالية بدك. أنا حسيت لا بقول لك ليش. أوكي بقول لك ليش. دير بالك هذه الميدالية تري ليش قالية عندي أنا أشوفها حلوة. ليش؟ أنا الصراحة يعني أستسمح من ريم أن هدي هذه الميدالية حق أم ريم اللي واقفة معاها اللي تعبت وياها اللي وصلت لها. وأنا أول مرة رحت ميدان رماية كان عمري 12. كنت أنا الحين مع الجودو. أنا الجودو وقفت 2009 تقريبا. في 2007 تقريبا دخلت ميدان الرماية. أول شيء سمعت صوت الشوزن. لما قلت لهم ودوني الشوزن قالوا لي لا احنا بس عندنا بندقية ومسدس وقوس السهم. فلحت فيهم كلهم. بس ان سبحان الله ان هي رياضة هادية لها ناس معينة. انا ما كنت مرتاحة. انا يعني اوكي كنت ادي حلو كل حاجة بس احس ان انا مجبورة. يعني الهدوء واندورز ومكان مغلق فحسيت لا. يعني انا حتى كنت ابي لعبة جماعية ما كنت ابي لعبة فردية كلش. بس سبحان الله كل المنتخبات اللي دخلتها العاب فردية. لما قررت أطلع من الرماية بشكل تام كلمني رئيس الاتحاد قالنا يعني جربي الشوزن يمكن يعجبك. رحت الشوزن سبحان الله أول ما مسكت السلاح حسيت إن في كونكشن بيني وبين السلاح. وغير يعني فيها تحدي أكبر والعوامل الجوية والاحتكاك مع اللاعبين الثانيين يعني كان شيء عالم ثاني.